السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، حياكم الله بهذه التغطية الخاصة والمستمرة من قناة الأيام الفضائية لمواكبة الأحداث الفلسطينية والانتصارات المتحققة من قبل المقاومة الفلسطينية على الكيان الصهيوني والسيطرة يوم بعد يوم على مناطق داخل الكيان ومستوطنات يتم قصفها من قبل المقاومة الفلسطينية بضربات مؤلمة وموجعة بالنسبة للكيان. أساليب انتهجها الكيان الصهيوني خلال هذه الأيام الأخيرة، منها أسلوب التهجير القسري بالنسبة للمواطنين وأصدار عدد من البيانات لتهجير المواطنين قسريا إلى باقي مدن غزة وإلى خارج هذه المدينة بمحاولات يائسة لانتزاع هذه الهوية المهمة، الهوية الفلسطينية، من قبل سكان غزة. التهجير وغيرها من المواضيع راح نناقشها بهذه التغطية مع ضيوفنا الأستاذ علي الصاحب رئيس المركز الإقليمي للدراسات، ينضم لنا عبر الأقمار من بغداد، وكذلك عبر سكايب الأستاذ أحمد الياسري رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات الاستراتيجية. حياكم الله ضيوفنا الأكارم. أستاذ علي، طوفان الأقصى مستمرة والانتصارات الفلسطينية مستمرة على الكيان الصهيوني، شنو رأيك اليوم بهذا الموقف من قبل الكيان؟ شلون تتابع هذه الحرب وضعها بعد أكثر من أسبوع على بدايتها؟ نعم، تحية مسائية لك ولقناتكم المحترمة وجميع العراقيين، وتحية إجلال وأكبار وتقدير لكل المجاهدين في غزة وجميع الجبهات والرابطين على جبهات القتال المستعدين للتضحية بأنفسهم الزكية من أجل حرمة المقدسات ومن أجل أراضيهم المغتصبة. طوفان الأقصى إذا أردنا أن نتحدث به ربما بأبعاد مختلفة فهناك له أكثر من بعد، ربما هناك أبعاد سياسية، أبعاد دينية، أبعاد أخلاقية، أبعاد عسكرية. على المستوى العسكري فهذا النصر المبين الذي حققته مجموعة من الشباب المقاتل أسقط المقولة التي كنا نسمعها والتي ربما أرعبت الكثير من البلدان العربية التي سعت إلى التطبيع باعتبار أن إسرائيل جيشها لا يقهر وأن القبة الحديدية لا تخترق، ولكنها اخترقت بسهولة واستطاع فتية من الشباب أن تخترق الجدار العازل وأن تقتل وأن حتى تأخذ رهائن وتأخذ صارت سوالف أستاذ علي نسمعها. هاي القبة الحديدية من أيام سيف القدس وماكو شيء، قبل أيام سووا لهم عملية جديدة سموها السيوف الحديدية وهم نفس الواقع، حتى بدأ متداول كلمة استبدلت بالقبة الحديدية وليس بالقبة الحديدية. أيضا هناك بعد ربما سياسي آخر، عندما بانت الأقنعة وبانت وتمايلت المواقف العربية بين مؤيد وبين متردد، خذ مثلا العراق، ليس لأنه بلدي ولكن هذا الواقع، شعبا وحكومة وقف بجانب الثورة، وقف بجانب المجاهدين، أعلن أنه داعم ومساند رغم التدخل الأمريكي ورغم الضغط الأمريكي، لكن تبقى إرادة الشعوب أكبر من الطغاة. ومحور المقاومة في العراق أبدى استعداده وأبدى حتى رغبته في الذهاب إلى جبهات القتال، وهم يعرفون جيدا ماذا يمثل محور المقاومة والممانعة في العراق إذا ما دخل ميدان الحرب، إضافة إلى كتائب حزب الله وإذا إلى كثير من شخصيا شلون تتابع الموضوع؟ احنا كنا نشوف الصور اللي توصلنا عبر مواقع التواصل، نشوف الاخبار، نشوف الجرائم، شلون تتفاعل ويا هاي المواضيع؟ يعني رغم المجازر التي ترتكب في غزه باعتبار ان اليوم العدو الصهيوني استخدم حتى الفسفور الابيض المحرم دوليا، وهذا دلاله واضحه على ان اسرائيل استخدمت سياسة الأرض المحروقة وسياسة القتل العمد، وربما هي جريمة ضد الإنسانية، ولكن للأسف الشديد هناك صمت عالمي وهناك دعم من دول محور الشر كما أسميها دائما، أمريكا، بريطانيا، فرنسا، داعمة لهذه العملية، تحاول بطريقة أو بأخرى القضاء على شباب غزة لأنهم شوكة في عيونها، إضافة إلى أنها تحاول أن تضعف المقاومة في جنوب. راح نناقش هذا الموقف الدولي. ينتقل الأستاذ أحمد وأقول قصف وجوع وقطع للإنترنت والكهرباء وتهجير للمدنيين، شو يريد الكيان الصهيوني؟ يعني ليش ماكو اليوم نشوف مواجهة مثلا ويا المقاومين الفلسطينيين؟ ليش إلا أنه أروح أستهدف المدنيين اللي ما لهم علاقة بالموضوع، ناس فقرة مثل ما نقول قاعدة في بيوتها؟ تحية لحضرتك وتحية لك الضيف ولجميع مشاهدي قناتكم الكريمة. أنا أعتقد هو على أسلوب الحقيقة أساليب الردع الإسرائيلية هي يعني لا تمتلك تاريخ
بما يسمى حروب القصابات، حتى حرب 2006 مع حزب الله كانت حرب خاطفة يعني، وأيضا استخدمت القدرات تدميرية لضرب العمق اللبناني تقريبا نفس السيناريو الآن يتكرر في غزة، واستهداف وتهجير أكبر عدد ممكن من المواطنين، تقطيع أوصال غزة إلى ثلاث مناطق هي المنطقة الشمالية والوسطى والجنوبية، وضع فرقتين ثلاث فرق عسكرية، فرقة من الناحية الشمالية وفرقتين من المنطقة الشرقية، الفرقتان مظليتان أيضا، ثم الاستمرار بقضية القصف المدمر يعني استهداف أكثر عدد ممكن من الضحايا، وكذلك يعني من المرجح في الأيام القادمة أن يتم استخدام قنابل استوردتها إسرائيل من أمريكا يعني لضرب الأنفاق. خارطة الأنفاق في غزة يعني تقدر ب 500 كيلو يعني، وهي شبكة أشبه بالنتورك يعني عملتها حماس، وهذا مشكل عاجز، ولذلك العمليات البرية في هذا المعادلة صعبة جدا يعني لا تستطيع أن تقوم بها إسرائيل وتحقق نجاح. هذا الدعم المباشر الأمريكي، الدعم بالسلاح، نقدر اليوم نسميه نقول هذا دعم يعني واضح وقوي، وأنه أمريكا دخلت بالخط ضد المقاومة الفلسطينية؟ لا، أمريكا لم تدخل يعني ضد كل الفلسطينيين، فقط ضد حماس، بمعنى هي تتعاطى مع فتح يعني، وهناك اتفاقات ابتداء من اتفاقات أوسلو كانت بإشراف أمريكي يعني، ولكن يعني أمريكا تعتبر حماس منظمة إرهابية، وحركة الجهاد الإسلامي أيضا تعتبرها حركة إرهابية، ولكن هذا الدعم هو مو دعم يعني خاص بهذا الموضوع يعني، لا، وهذا دعم ممتد للاستراتيجيات الأمريكية في الشرق الأوسط، تعتمد على ثلاث قواعد، قاعدة النفط والجغرافيا وقاعدة أمن إسرائيل يعني، فهذا أمر تلتزم به الإدارات جميعا. نعم جيد أستاذ علي، عمليات التهجير اللي قلنا أصدر بها الكيان الصهيوني بيانات وبدأ بهذه العمليات المستمرة، هذا أمر عادي بهيك حروب يعني تصير لهالطريقة هذه، إنه السكان يهجرون من مكانهم؟ أبدا، وإن كانت الحرب لكن تبقى الحرب لها قواعدها ولها إخلاقياتها، باعتبار أن المدنيين يفترض أن لا يقحموا في ساحة الحرب ولا يكون اعتداء عليهم، لكن هذه الأفكار الصهيونية والخطط الأمريكية هي ليست وليدة اليوم، هناك ربما خطة ممنهجة وقرصنة تقودها أمريكا مع إسرائيل لمحاولة القضاء على سكان حماس باعتبارها كما قلت لك شوكة في عيونهم، لذلك هم دفعوا من خلال هذه الحرب أن يزجوا بالفلسطينيين المتبقين في غزة، واللي يبلغ عددهم تقريبا سكان غزة 2 مليون، إلى الشقيقة مصر، إلى تحديدا إلى صحراء سيناء، لكن اليوم موقف الجانب الشقيقة مصر وعلى رأسهم السيد السيسي عندما أعلنها بأنه يرفض رفضا قاطعا الاستيطان في الوقت الذي يرحب بالفلسطينيين كأخوة للمصريين، لكن ليس على حساب الاستيطان والتهجير. هذه العملية كما قلت لك هي مخطط لها سابقا، لكن الموضوع اللي ربما هو أكثر ما يثير الاهتمام أن رئيس لجنة العلاقات في مجلس الشيوخ الأمريكي عندما قالها بالحرف الواحد أنها حرب دينية، ونحن نقول فلتكن، لأنه أثبت أن هذه الحرب هي حرب بين اليهود وبين إذا هي حرب دينية وعقائدية فهي مو بصالح الكيان قياسا بالأيام الأخيرة واللي صار بيها، ودعنا نحسبها حساب عرب، وليسمعها لا أقول غير أنهم عرب لأنني أترفع عن أصفهم بما يستحقون، دولة واحدة مقابل 57 دولة إسلامية، 21 مليون و700 ألف عدد اليهود في العالم مقابل 2 مليار مسلم متوزعين على كل الكرة الأرضية. هذا الكيان الغاشم الغاصب ألا يستحق من العرب من الإسلام أن نقف بوجهه وقفة رجل واحد؟ أما آن الأوان أن نضع حد لهذه الغطرسة ولهذا التمادي ولهذا القتل الممنهج؟ اليوم سقط أكثر من 3000 شهيد وحدود 10000 جريح في هجمات لا ترحم، في هجمات بعيدة حتى لا نستطيع نصفها أنها بالبربرية باعتبارها تجاوزت كل الحدود
عملية التهجير التي تنوي فعلها إسرائيل سوف لن تنجح باعتبار أن ليست هناك دولة ستضمن لهم هذا المشروع، رغم أن أمريكا كانت تمني نفسها وربما تمني إسرائيل بأنها قد تستطيع فتح ثغرات في هذا البلد أو ذاك، لكن اليوم ربما طوفان الأقصى قد أنهى حتى عملية التطبيع وسقوط الأقنعة من بعض الدول العربية التي كانت ساعية للتطبيع، وسمعنا التصريحات خاصة من دول الخليج. ومن هذا المنبر أنا أحب أن أذكر بعض الدول العربية وربما الخليجية تحديدا بدرع الجزيرة عندما قامت المظاهرات بالعام 2011 على ما أعتقد في البحرين، كيف تجهزت الجيوش من السعودية ب 1200 والإمارات ب 800. أستاذ علي، إحنا كمواقف الحكومات واضح صار المواقف المترددة، المواقف الجبانة اتجاه هذه العملية الإنسانية، بس مواقف الشعوب يختلف، كل الشعوب العربية مواقفها يختلف. خليني أنتقل لهذه الوقفة أمام السفارة الفرنسية في لبنان، الشباب والمنظمات والروابط والمؤسسات الشبابية اللبنانية، خلينا ننتقل لها بهذا البث المباشر من خلال هذه التغطية. غذائي يشكل مسألة وجودية، دوار الشمس خلفي قد زرعوا بعد قطع أشجار أصلية كانت قائمة لعقود من الزمن. لا أعرف هل من راغب في تحديد الأمور في هذه القاعة؟ سئلت في قديم الزمان هل أنت مسلم فرح؟ وأنا أجبت كلا، أنا مسلم قاتم جدا. وقد لعب المتحدث على سوني بمعنى من السنة، وسوني باللغة الإنجليزية مما يعني مشمس أو متنور. إن 21.7% من سكان العالم يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ونصفهم من الأطفال. طبعا هذه الوقفة هي في بيروت في لبنان، وقفة استنكارية للمواقف بالنسبة للدول الأوروبية وحتى الحكومات العربية اتجاه هذه القضية المهمة، القضية الإنسانية، قضية فلسطين والشعب الفلسطيني. أنتقل لك لأستاذ أحمد، من وجهة نظر دولية هذه العمليات، عمليات التهجير، شنو ممكن تسمى؟ وعمليات تغيير الهويات وهذا التغيير الديموغرافي بالنسبة للأرض الفلسطينية، يعني تسمى جرائم المنطقة الغربية. ولكن الحقيقة أنه الدعاية الإسرائيلية في بداية العملية التي قامت بها حماس يعني صدرت فكرة من العالم الغربي أنه يعني حماس قطعت رؤوس الأطفال واغتصبت النساء. حتى أنا خرجت بعد القنوات الغربية وقلت العملية لم تتجاوز ساعتين، يعني يعني هذا وقت لا يكفي حتى يقوم شخص باغتصاب يعني في 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 يعني في حرب وكذا. أكو أستاذ أحمد، أكو مقاطع فيديو ظهرت إنه هي تمثيلية، مقاطع فيديو ظهرت إنه هي تمثيلية ومصورة ومخرج ومساعدين، وتصدرت للرأي العام. أي ولكن المشكلة إنه صدقوها يعني هي اللي روجت لهذا الموضوع، السكاي نيوز يعني محطات عالمية كبيرة كانوا ينظرون أن هناك عمليات إرهابية حصلت وقتل واغتصاب الأطفال، فهذا هذه الصورة التي صدرت يعني. ولذلك كان يستغرب الغربيون من ردود فعل المتعاطفة مثلا مع القضية الفلسطينية، ويقولون كيف تتعاطفون مع فعل إجرام إرهابي يعني قتل أبرياء واغتصاب نساء وقتل أطفال؟ هذا أمر يعني ليس موجود بديننا بدينكم، يعني كيف تقبلون هذا الأمر؟ كنا نشرح لهم، نقول لهم هذه دعاية إسرائيلية، واليمين المتشدد هو الذي يحكم قبضتهم في الغالب يعني فاشيز، يعني نتنياهو جلب بعض الوزراء من أقصى اليمين يعني، وهؤلاء لا يؤمنون أصلا، مش محل الدولتين، لا يؤمنون بوجود الإنسان العربي أو الإنسان المسلم، يعتمدون على روايات موجودة بصفر أو آيات موجودة بصفر التثنية في التوراة، أو قصة مثلا يشوع بن نون. وأنا ضربت أمثلة في قراءة لأحد يعني تصريح بعد
عملية حماس بحاخام في مجلة مومنت اليهودية الأمريكية، يعني كان يصرح يدعو يقول أن عملية القتل التي تقوم بها القوات الإسرائيلية في غزة هو قتل توراتي، يعني هي عملية قتل مقدسة، وهذا أدنى آيات موجودة بالتوراة ينطونها في إطار ديني، اقتلعوا الحجر والشجر وحتى الحيوانات. يعني أنا أعتقد أنه يعني عملية خلط المفاهيم. أستاذ أحمد، أنت موجود بأستراليا ومختص بالدراسات ردة الفعل والدعاية السياسية اللي ترسل، ولكن الآن الوضع تغير بالعالم الغربي لو سمحت. أنا سؤالي هنا أستاذ أحمد، موجود بأستراليا يعني مختص بالدراسات الاستراتيجية، قريب على الرأي الغربي وما يصدرون من آراء الشعوب اليوم، الشعوب الغربية، شعوب أوروبا، شعوب أمريكا، مثل ما نقول عابر عليها هذه التفاصيل وهذه السياسات ومصدقتها بشكل كامل، لو هو يبقى رأي حكومي تحاول هاي الحكومات تسوقها من خلال الإعلام مالتها. لا أبداً، شعوب هذه البلدان شعوب حرة، شعوب مؤمنة تؤمن بالديمقراطية، صحيح هي تصدق الدعاية السياسية ولكن ليس على طول خط، يعني بالنتيجة حينما اتضحت، يعني الإعلام الغربي هو الذي نشأ، الإعلام الأمريكي تحديدا هو الذي نشر أنه قتل وقطع الوصل أطفال هي عملية مفبركة، فأصبحت ردة فعل سبحان الله. يعني هي أنا أشعر أنه أكو لمسة إلهية بهذا الموضوع الحقيقة، ربما لأنه أطفال ونساء غزة يقتلون، فاتضحت الفكرة فأصبح ردة فعل عكسية على الدعاية الإسرائيلية، وهذا ما يبين حالة الانفعال الداخل الموجودة في إسرائيل من خلال تصريحات ممثلي الحكومة أو حتى الكتل الشعبية. يعني احنا شاهدنا فيديو، أنا شاهدت لأديب وشاعر إسرائيلي يدعو إلى قتل العرب والمسلمين، فبدت الناس في العالم الغربي تتضع لها صورة أنه هناك عملية إرهاب دولة يمارس، إن كان ما قامت به حماس هو إرهاب مجموعة، فما تقوم به إسرائيل هو إرهاب دولة. هذا هو المهم. تخرج المظاهرات الآن، يعني في بريطانيا بعد إذنك، في فرنسا، في أمريكا نفسها، في استراليا، أو امبارح في مدينة مالبن مثلا في استراليا كانت مظاهرة كبيرة لفعاليات استرالية، منظمات يسار الليبرالية ومنظمات حقوق الإنسان، الإعلام بدأ يتفاعل. مهم أن يكون الرأي العالمي على دراية بجرائم الكيان الصهيوني. خليني أنتقل لأستاذ علي، الأمم المتحدة، حقوق الإنسان، هاي المنظمات اللي دوخونا بحرب روسيا وأوكرانيا، وينها من اللي جاي يصير في فلسطين؟ أكثر من 1000 طفل، آلاف الضحايا، مباني، يعني تحير شو تعد وش توصف، وينها عن هذا الموضوع كله؟ نعم، يعني لا شك مما لا شك فيه أن أغلب هذه المنظمات ربما هي مدعومة أمريكيا وهي تحابي كثيرا هذه الدول، لكن أنا أودي أعلق على ما تدعيه أمريكا وإسرائيل بأن مجاهدي حماس قد قاموا باغتصاب النساء وقطع الرؤوس، والكل يدرك بأن العملية التي قام بها الأبطال كانت خاطفة ونوعية وسريعة، وكان جل اهتمامهم بإلقاء القبض على أكثر عدد من الجنود أو حتى الرهائن والمختطفين، باعتبار قد يحتاجوهم لتحرير رهائن موجودين في إسرائيل، فليس هناك الوقت الكافي، ومن باب حدث العاقل بما لا يعقل فإن صدقك فلا عقل له. فعلا ذكرها أستاذ أحمد، ما يعني الموضوع بساعات، هي العملية حتى من انطلقت بيوم 7 هذا الشهر لساعات. اليوم الشعوب تدرك بأن هذه الماكينة الإعلامية المسيرة والمجيرة لأمريكا ومن لفة لفهم تكذب، وبالتالي اليوم حتى المعركة تنقل بالصوت والصورة، لا تنسى أن هناك أقمار صناعية تصور، أما هذه المشاهد التمثيلية وبعض اللقطات المفربكة فقد لا أحد يعير لها اهتماما، وبالدليل أن اليوم تظاهرات كبيرة حتى في داخل أمريكا البلد الأول المساند، اليوم أمريكا وقعت في فخ، اليوم نصبت الفخ لنفسها، هي حاولت أن تخرج من الرذيلة فوقعت بها، هناك حتى الآن أخبار مسربة بأن خلاف كبير بدأ بين إسرائيل وبين أمريكا، باعتبار أن أمريكا دائما ما تخذل حلفائها، وما قامت به مع أوكرانيا ليس ببعيد عندما كانت داعمة لها، وعندما أعلن الرئيس الروسي الهجوم على أوكرانيا انسحبت
أمريكا وبقت في المتفرج ودعم لوجستي بسيط. إذن إسرائيل تخشى على نفسها أن تكون الضحية الثانية، لكن ما وقع وقع، وبالتالي هي تبحث عن مخرج رغم معناها هذه معناها الأمور كموقف وكرأي عام المفروض يتغير بناء على هالمعطيات. بكل تأكيد نتوقع يكون عكوفة التغيير بموقف الدول والحكومات الساندة للكيان الصهيوني بعد كل هاي الجرائم. يعني أولا احنا قلت لك أول ربما ثمرة من ثمرات طوفان الأقصى هو توقف التطبيع الذي بدأ بالفترة الأخيرة بدون خجل وسقطت الأقنعة. اليوم الدول التي كانت بالأمس تريد التطبيع أو طبعت عادت حساباتها وربما أعلنت مواقفها مجددا بإيقاف المباحثات. من جانب آخر هذا التأييد الشعبي، وهذا اليوم أكو ثنائية مختلفة، رأي الحكومات مختلف تماما عن رأي الشعوب وخاصة العربية. وقفتها قد أسميها مشرفة أمام القنصليات وأمام السفارات وأمام حتى حكوماتها، بل شعوب العالم اليوم كلها مع القضية الفلسطينية رغم التحتيم الإعلامي ورغم الكذب المستمر من هذه الماكينات التي تسعى لتشويه الصورة. أضف إلى ذلك اليوم محور المقاومة قد توحد في صف واحد وهو بانتظار ساعة الصفر. راح أناقش موقف محور المقاومة. أستاذ أحمد، الدور الأمريكي واضح صار بهذا الموضوع، تحركات وزير الخارجية، زيارات لعدد من عواصم المنطقة العربية، بالتالي معادلة هذه الحرب ممكن تتغير، ممكن تتوقف هذه الحرب بعد كل هذه الأيام وكل هذا الدمار. والله يا سامر الاحتمالات كلها مفتوحة. أنا تصنيفي يعني وقراءتي الموقف الأمريكي هو ليس موقف باتجاه واحد، هو موقف باتجاهات متعددة. يعني الاتجاه الأول والأبرز هو تأثيرات العملية التي قامت بها حماس بكسر يعني المنظومة الأمنية الداخلية، وهذا أمر لم يحصل. حتى أني عبرت في الإعلام المصري البارحة قلت ما يعيشه الإسرائيليون الآن هو نفس الذي عاشه العرب في عام 1967. يعني هي عظام انكسار وهزيمة حصلت، وهذه تحتاج إلى سنوات يعني حتى تتجاوز إسرائيل. احنا عام 67 أثرت على نتاجاتنا الأدبية، أثرت على شعرنا، أثرت على أفلامنا، أثرت على واقعنا النفسي، أثرت على علاقاتنا الجيوسياسية بالمنطقة. فهذا الأمر داخليا انكسار حصل حقيقة في داخل إسرائيل. بس الموقف الأمريكي بناء على الاستراتيجيات الأمريكية التاريخية في الشرق الأوسط طبيعي جدا أنه تدعم أمريكا إسرائيل في هذا الموضوع. القراءة الثانية أنه أمريكا لا تريد أن يتوسع أن تتوسع الحرب، أن تدخل أطراف أخرى مثل حزب الله، مثل إيران، مثل يعني أطراف أخرى، لأن هذا الأمر صعب جدا. يعني قد يؤدي إلى أن إشعال صراع عالمي، وأمريكا بهذا التوقيت تريد أن تبقى منطقة الشرق الأوسط منطقة هادئة. أمريكا أجرت اتفاقات مع إيران وأجرت أيضا حالة من المصالحة بين إسرائيل والسعودية، وكان من المفترض أن يتحول إلى مشروع تطبيعي انسحبت منه السعودية بعد هذه الأحداث. فلذلك الموقف الأمريكي ليس موقف ثابت. يعني زيارة بلينكين إلى مصر البارحة وإلى الأردن يعني كان ذهاب باتجاه احتواء الأزمة، ولكن ذهاب وهي من باب احتواء للأزمة إلى إسرائيل، ومن باب مد الكيان الصهيوني بالأسلحة. ما تشوف هذا في التناقض بالمواقف؟ نعم، أقول لك هذا الموقف الأمريكي ما تشوفه متناقض؟ مرة أنا أنطي سلاح للكيان الصهيوني ومرة أدعو للتهدئة. لا هم شوفوا هو يعني موقف أنا أعتبره موقف متسرع، يعني أنه صدق بدعاية نتنياهو وترامب نفسه. بنفس اليوم طلع ترامب بالعمل دعاية انتخابية وكان بحالة حرب من خطر نتنياهو. يعني كان يقول له اتفق معي بايدن نتنياهو على اغتيال الجنرال سليماني، ولكنه في اللحظات الأخيرة انسحب وترك أمريكا لحاله. يعني وكأنه يرسل رسالة لبايدن أن لا تثق بهؤلاء، هؤلاء ممكن أن يغيروا مواقفهم بسرعة. هو تلاقم موجود حقيقة. أنا أتفق مع جلالة. نعم أستاذ أحمد، خلينا ننتقل ولكن تلاقم تفرضه
هذا التناقض بحسب القراءة السياسية، تفرض استراتيجيات اللحظة الوضع بالشرق الأوسط. ممكن استراتيجيات اللحظة وحتى المصالح الخاصة بالنسبة لأمريكا. خليني أنتقل للأستاذ علاء الخطيب، رئيس تحرير جريدة المستقل، اللي ينضم لنا عبر الهاتف من لندن. حياكم الله أستاذ علاء. إذا الصوت واضح أستاذ علاء. أسمعك. حياك الله أستاذ علاء. تحياتي لك، وتحية حبيبي، تحياتي لك وتحية للضيف العزيز ولكل من يشاهدنا في قناة الأيام. أهلا وسهلا. يا أهلا وسهلا بك. قراءتك للموقف الحالي للمعركة، معركة طوفان الأقصى، أيام وهذه الحرب مستمرة، ضحايا وشهداء من قبل الفلسطينيين، وهم ما داخلين أساسا بمعركة، ونشوف الكيان الصهيوني مستخدم هذه الأساليب، أساليب قصف المباني والمدنيين، بالتالي هذا شنو راح ينعكس على المعادلة بهذه الحرب؟ يعني في البداية لابد من القول أن السلاح لا يمكن أن ينهي معركة حق، لأنه مهما تكون يعني تجبر وقوة الطرف المقابل، الإسرائيليون لن يستطيعوا حقيقة حسم المعركة ولا إنهاء الحق الفلسطيني بهذه يعني بهكذا أعمال قمح أو كذا. وهم حقيقة مارسوا وشافوا أنه هناك تطور كبير جدا حتى في نوعية التوازن الاستراتيجي بين الطرفين. يعني بينما كان الفلسطيني يحارب بالحجارة في ثورة الحجارة أيام مقتل الطفل محمد الدرة، إلى أن تطور الوضع في العملية يعني السيارات اللي كانت تدهس الناس، يعني تدهس حقيقة المستوطنين إلى آخره، بعد أن تطور الوضع، لأنه هذه نتيجة طبيعية حقيقة للاضطهاد. وهذه الصواريخ اللي نشوفها حاليا بالشاشة كلها صناعة محلية، صناعة المقاومة الفلسطينية. هو أنا معك، أنا جائج وياك. فالتطور النوعي في العقلية الاستراتيجية لمحاربة الصهاينة هو تطور نوعي كبير جدا يجب أن يحسب حساب إليه. يعني يجب على إسرائيل أن تحسب حساب عملية التطور الاستراتيجي للعقلية العسكرية الفلسطينية. هي اليوم إحنا نتحدث عن تطور كبير جدا في الصراع بشكل عام، في الصراع يعني فيما يخص الصراع بين إسرائيل وبين الفلسطينيين. رغم أنه الإسرائيليين يحاولون في كل مرة أنه يحاولوا التطبيع من الخارج، ويعتقدون أن التطبيع من الخارج هو يحميهم من الفلسطينيين. وما أعنيه بالتطبيع من الخارج هو التطبيع مع الدول العربية المحيطة بهم، الحكومات العربية. يحمل أن الحمل الثقيل لا ينهض به إلا أهله، وبالتالي لا يمكن للتطبيع الخارجي أن ينهي القضية الفلسطينية. لابد أن يكون هناك تطبيع داخلي. التطبيع الداخلي هو ما قاله الرئيس الأسد، حافظ الأسد رحمه الله، ما قاله كل الفلسطينيين، ما قاله العالم. يجب على إسرائيل أن تعترف بأن هناك حقوق للفلسطينيين. يجب على إسرائيل أن تعترف شاءت أم أبت أن لا تكون فوق القانون الدولي، وأن لا تكون حقيقة مستهترة بهذه الطريقة بأرواح الناس. ويجب على الولايات المتحدة أن تفهم أيضا بشكل أو بآخر أن الصبر لا يمكن أن يعني إلى ما لا نهاية، لابد وأن يكون هناك ردة فعل فلسطينية، وهذه ردة الفعل. أستاذ علاء أنا أسألك، نعم أستاذ علاء، كونك زميل إعلامي يعني أسألك، التطبيع قوة الكيان غيرها من التفاصيل اللي نسمع عنها والمسميات تسوق إعلاميا، هذه المعركة غيرت هذه التسميات، أثرت على موقف الكيان الصهيوني خارجيا، ما يسوقه عن نفسه، ما ترسم له وسائل الإعلام الغربية عن شخصية الكيان وقوة الكيان؟ سيدي لا أقول لك أنا، ولكن أنا أقول لك الصحافة الأمريكية يعني توماس فريدمان ونيويورك تايمز والواشنطن بوست، وأنا أتابعهم بشكل مستمر، يا سيدي هم يقولون أن الصراع الفريكشن بين إسرائيل والفلسطينيين تغير تماما. وعلى إسرائيل أن تفكر بعقلية جديدة، عقلية ليس العقلية الأولى،
لأنه ما حدث ليس أمرا طبيعيا وليس أمرا عاديا يحدث كل مرة، مو مثل كل مرة. اليوم عندنا معادلة جديدة سيدي، هذا حكي توماس فريدمان ليس حكي، شلون ما تغير؟ يعني قالهم انه تعالوا انتم عليكم ان تتحركون بطريقه او باخرى، لا تفكرون بالطريقه الاوليه اللي يمكن ان تقمع الفلسطينيين او تحاصرهم في الفندق او تمنع عنهم الماء او تمنع عنهم الكهرباء او تمنع عنهم السفر او ما تعطيهم وثائق او الى اخره. خلص راح ذاك الزمن. اليوم اكو ناس تداعي بحقوقها، وبالتالي انا اليوم اقرا في جريده العرب، اليوم اقرا في جريده العرب ان اسرائيل فشلت فشلا ذريعا في تقدير قوة الفلسطينيين ورد فعلهم. نعم. هذه الجريدة محسوبة بشكل أو بآخر ليست على محور غزة ولا محور المقاومة. نعم. لكن إحنا خلينا نكون واقعيين، ما حدث في طوفان الأقصى عملية نوعية وعقل استراتيجي عسكري لا يمكن أن يتغافل عنه. يعني أنا قرأت جملة لتوماس فريدمان وهو صحفي جدا الولايات المتحدة يكتب في نيويورك تايمز، ربط يقول بشكل أو بآخر عملية طوفان الأقصى يجب أن تدرس في المعاهد العسكرية الأمريكية والإسرائيلية. هذا هو يقول، ليس أنا. يقول يجب أن تدرس هذه العملية لأنه سياج حديدي ينزل بعمق 6 أمتار ويرتفع إلى 10 أمتار ومجهز. نعم. أعتقد الصوت ما واضح بشكل تام يا استاذ علاء. مهم انه نسمع هذا الراي، وانه شلون تغير هذا الراي بسبب العمليات المهمه للمقاومين الفلسطينيين بمعركه طوفان الاقصاني. اشكرك استاذ علاء الخطيب رئيس تحرير جريده المستقل. انتقل لك استاذ علي. قالها استاذ علاء، الموضوع مو مثل كل مره، هذه الحرب مو مثل كل حرب، تغيرت التفاصيل، موازين القوى تغيرت، بالتالي هذه شنو راح تكون انعكاساتها على المستقبل بالنسبة للقضية الفلسطينية، بالنسبة للكيان الصهيوني؟ بكل تأكيد استراتيجية المعركة هذه المرة ربما رسمت خارطة طريق جديدة، وربما أسقطت ماء الوجه بالنسبة لأمريكا وبريطانيا وفرنسا ومن فوقهم إسرائيل، ولا تستطيع مهما فعلت من أكاذيب أن تعيد ماء وجهها، لأن العالم اليوم اطلع تماما على مجريات الأمور وعرف ما تخفيه هذه الماكينة الإعلامية التي تتستر خلفها إسرائيل. بالعالم بحدود 21,700,000 يهودي فقط المتواجدين في فلسطين المحتلة، 6,300,000. أنا على يقين بأن أغلبهم سيفكر بالهجرة من إسرائيل باعتبار أن دولتهم التي كانوا يصفونها يوما بالعظمى والكبيرة لن تستطيع حمايتهم، وبالتالي هم مهددون بين الحين والآخر من هؤلاء الأبطال الذين يدافعون عن عزة وشرف دولتهم المغتصبة، يدافعون عن أولى القبلتين وحتى نشوف الحرمين. موضوع الهجرة العكسية صار موجود. نعم. اليوم وبالفعل هناك كثير من اليهود من ألمانيا رجعوا هاجروا، وأنا متأكد سيلتحق معهم الكثير لأنهم أسقطت أكذوبة هذه الدولة، وأمريكا اليوم في حرج كبير، هي تريد أن تحاول أن تغطي على الخلافات الناشئة في بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، ولكن ربما زادت الفجوة والأيام حبلى بالأحداث. لكن يبقى المشهد العربي هو الأكثر بيانا، وربما التباين في المواقف العربية اليوم، بعض الحكام العرب أصبحوا في حرج أيضا أمام شعوبهم وأمام مواطنيهم، لكن قد ينطبق عليهم القول الذي يقول كلاب للأجنبية هم ولكن على أبناء جلدتهم أسود، لكنهم بعد اليوم لن يكونوا أسودا، لطالما خذلوا دينهم وخذلوا عروبتهم، وتبقى محاور المقاومة هي السيف البتار بيد المجاهدين. ماكو أسد يرضى بكل هذا أكيد الوضع. أكيد حتى مو ثعلب هذا. ماكو أسد يرضى يشوف هذا. هذه أفعال الخنازير سيد العزيز. فعلا لله. وهذا حتى وزير دفاعهم يوصف الخنزير، يوصف المقاتلين والأبناء الشعب الفلسطيني بالحيوانات يعني. نعم. هذا هي ثقافتهم. أستاذ أحمد، موقف الحكومات نفس ما ذكر أستاذ علي متناقضة، إذا ننتقل إلى موقف الشعوب وموقف بلدان محور المقاومة، شلون تابعت بهذه المعركة؟ تتوقع أن يكون أكو تدخل واتساع لمنطقة المعركة بالأيام القادمة؟ ممكن تعيد السؤال شوية؟ صوت أنا ما أسمعكم بشكل واضح. عفوا. يلا تعيده. جيد. أنا أسأل عن موقف الحكومات ناقشناه، موقف الشعوب وموقف
دول محور المقاومة، شلون تشوف اتجاه هذه القضية؟ نعم، أنا أشوف يعني حتى موقف الدول العربية يعني موقف جيد، أنا يعني ما أشوفه موقف سيء يعني. يعني بمعنى هناك جريمة أرادت أن تحصل وهي جريمة تهجير و يعني تكرار نكبة 48. أنا أجد أن موقف مصر والأردن كان موقف جيد جدا يعني في كشف هذا الموضوع للعالم، وبدأت حتى خطابات الرئيس بايدن نحن لا نرفض النزوح، نحن لا ندعو إلى اقتلاع شعب غزة. هذا الحقيقة الدور العربي اللي قام بهذه القضية واستطاع أن يقنع الرأي العام العالمي بها. هذه النقطة يجب أن نذكرها في حواراتنا. أما بخصوص مواقف دول محور المقاومة، دول محور المقاومة لبنان، العراق مثلا، هي تقصد إيران. إيران موقفها واضح يعني حقيقة وفي حالة تصعيدية. يعني أنا امبارح تابعت خطابات وزير خارجية أمير عبد اللهيان، يعني أراد أن يخلق حالة رجع من عملية اقتلاع حماس من غزة وقتل الشعب الفلسطيني، وقال ممكن أن تتدخل إيران. والحقيقة هذا موقف سياسي وتصعيد سياسي، ولكن على الأرض أمريكا وإسرائيل تأخذها بنظر الاعتبار، ممكن أن يخلق حالة ردع. بالمقابل أيضا تركيا دخلت على خط الموضوع، وهاتان دولتان إسلاميتان يعني واحدتان، هناك عملية تنافس الحقيقة في الشرق الأوسط، تنافس جيوسياسي بعد فشل مشروع القومي العربي بين تركيا وإيران وإسرائيل. شنو الأسلوب اللي تعتقد أنه هو الأسلوب اللي تعتقد أنه هو ناجح لإيقاف جرائم الكيان الصهيوني؟ شلون نقول للصهاينة يابا اوقفوا، لا تقتلون الجهال، النساء، الشياب، لا تهجرون الناس؟ شنو برأيك الأسلوب الممكن يفتهمه الكيان الصهيوني وقادة الكيان؟ أنا أعتقد يعني الأمم المتحدة مجلس الأمن إذا عقد، صحيح أنه قرارات مجلس الأمن السابقة لم يلتزم بها، يعني إسرائيل لم تلتزم بها، ولكن موضوع القتل والقتل الممنهج وإبادة شعب هذا أمر مستفز لمشاعر كثير من دول العالم. وقد يعني أضرب لك مثل بسيط، في بداية عملية حماس الدول الأوروبية يعني قالت سنقلل المساعدات إلى قطاع غزة، وحضرتك تعرف قطاع غزة 80% من شعب غزة هو يعتمد على المساعدات الخارجية، ما عندهم موارد يعني. ولكن بعدين اتضحت صورة بعد قصف إسرائيل، الاتحاد الدولي الاتحاد الأوروبي تغير موقفه، بل على العكس قال سنزيد 80 مليون دولار لمساعدات لغزة. أي بمعنى أنه هذه المواقف الدولية، إسرائيل إن حصلت على دعم مفتوح فستقوم بجرائمها بأريحية، ولكن إن حصل هناك تحول بالمواقف الدولية وضغط على المستوى الإقليمي، وأنا أشرت إلى الموقف الإيراني والتركي والموقف المصري، هذا شكل ضغط على إسرائيل حقيقة يعني. قد إحنا ما نحسه. نجي إلى موقف الشعوب، موقف الشعوب أنا أعتقد إذا تسمحني بدقيقة يعني بس هذا النقطة حابب أوضحها. تفضل. القضية الفلسطينية هي أشبه بالحروب الصليبية، يعني أشبه بفترة الحروب الصليبية. فترة الحروب الصليبية حينما قرر بابا فرنسا سنة 1091 إرسال ما يسمى بالحج المقدس، يعني الحج يعني الحج القتالي أو هكذا هذا إلى القدس، وبدت حصل انتكاسة في تلك الفترة في الدولة العباسية والدولة الفاطمية، وكانت دولة الشرق الأوسط تشهد صراعات أشبه بهذه الفترة يعني. وبقيت عملية يعني الممالك التي أقامها الصليبيون في الشرق الأوسط 200 عام يعني، ثم استعادت الدولة، استعادت شعوب المنطقة حيويتها، وتحرك الجيوش لتحرير القدس من الموصل، من أربيل، من الرقة، من يعني مناطق غازي عنتاب وأورفا، يعني من هذه المنطقة التي تشهد الآن مظاهرات شعوبها. هو هذا رد تقوله إنه نفس هذه المدن ونفس هذه المناطق وانضافت لها مدن جديدة وعواصم جديدة نفس الموقف. 75 عام
من الهدوء، نسميه بشعور المنطقة، فقدت به القضية الفلسطينية محوريتها، لأن الشعوب يعني مشاكل داخلية حصلت في بلداننا وصراعات مذهبية وإلى آخره يعني. فالآن أنا أعتقد هاي عملية حماس، وما تحقق خلقت حالة، وأحداث غزة أيضا خاصة المدنيين بدأت تتوحد. يعني أنت الآن تجد إيران وموقف إيران والسعودية واحد، تجد موقف تركيا والعراق واحد، وإحنا دول لدينا مشاكل يعني، ولكن شعوب هذه الدول تفرض توحدوا اتجاه القضية من النخب السياسية نعم. أن تدعم القضية الفلسطينية، توحدوا اتجاه القضية الفلسطينية نعم، للذاكرة المحورية للقضية الفلسطينية، وهذا جهد تقوم به الشعوب وليس الحكومة نعم. نعم. خلينا ننتقل لي أستاذ علي، يعني شمال غزة بدأت عمليات بالنسبة لحزب الله وضربوا مواقع مهمة بالنسبة للكيان الصهيوني، باقي فصائل المقاومة في باقي الدول تتوقع تكون لها مشاركات بالأيام الجاية، خصوصا إذا الحرب هذه استمرت واستمر الكيان الصهيوني بنفس النهج اتجاه المدنيين والمواطنين اللي مثل ما قلنا ما لهم علاقة بالحرب، ما داخلين بخط المعركة ويا الكيان الصهيوني؟ نعم، ستكون هناك صولات وجولات، وخاصة من محور المقاومة، وربما تبدأ من جنوب لبنان. السيد حسن نصر الله على أهبة الاستعداد، وبالمناسبة ما سمعناه أخيرا بأن الهجوم البري على غزة سيكون فجر هذا اليوم، لكن عطل أو أخر، لأنهم أدركوا تماما بأن هناك دول مستعدة للنزول إلى أرض المعركة، وقد أعلنت الجمهورية الإسلامية إضافة إلى فصائل المقاومة. لذلك اليوم هم يتراجعون وهم ربما متخاذلون، وأصبحوا في حيرة من أمرهم ماذا يفعلون. لذلك حتى إذا تلاحظ تصريحاتهم نرى فيها الاختلاف والتشتت. وبالتالي اليوم أكبر رد على جرائم الصهاينة هو ما قاله الشاعر: دع عنك لومي فإن اللوم إغراء، وداويني بالتي كانت هي الداء. أحسن رد هو رشقة صواريخ تطلق من غزة أو من جنوب لبنان، لأنها هي اللغة الوحيدة التي تفهمها إسرائيل والتي ترضخ لها. وأنا على يقين بأن ما حصل في طوفان الأقصى سوف لن يمحى من الذاكرة الإسرائيلية والأمريكية، حتى وإن كانت ذاكرتهم سمكية، باعتبار أن أسس تاريخ جديد اسمه النصر أو الشهادة، وسيكون النصر حليف هذه الجماعات التي آمنت بقضيتها، وسيندحر العدوان الإسرائيلي الرابض والجاثم على فلسطين منذ عشرات السنين، لطالما أن استراتيجية القتال قد أخذت محورا آخر. النصر إن شاء الله، النصر المؤزر بالنسبة للشعب الفلسطيني المظلوم اللي يعيش حاليا تحت القصف والتهجير والأساليب القمعية اللي يتبعها الكيان الصهيوني، حتى يغير من غزة ويغير من هوية غزة ويحتل كل الأراضي الفلسطينية ويبعد الفلسطينيين أساسا من مدنهم. أنا أشكرك الأستاذ علي الصاحب، الباحث في الشأن السياسي ورئيس المركز الإقليمي للدراسات، لانضمامك لنا بهذه التغطية. كذلك أشكر الأستاذ أحمد الياسري، رئيس المركز العربي الأسترالي للدراسات استراتيجية، انضمنا عبر سكايب من أستراليا. وكذلك انضمنا عبر الهاتف الأستاذ علي الخطيب، رئيس تحرير جريدة المستقل من لندن. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، بالتأكيد مستمرين في تغطيات مستمرة لمعركة طوفان الأقصى ومواكبة الانتصارات الفلسطينية المتحققة على الكيان الصهيوني. إلى اللقاء.